السلام عليكم متابعي قناة زيرتك. من بين أحد الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأكسسوارات الخاصة بالهواتف الذكية هي شركة يوغرين، لذلك اليوم أرسلت لنا مجموعة أكسسوارات سنتعرف عليها من خلال هذا الفيديو إن شاء الله. لكن قبل كل شيء لا تنسى الاشتراك في قناة زيرتك وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل بكل جديد في عالم التقنية. بداية من حقيبة السفر أو ترافل باك من شركة يوغرين، هذه الحقيبة موجهة إلى الأشخاص كثيري السفر والذين يتنقلون بشكل كبير جدا. تسمح لك بجمع جميع الكابلات الخاصة بك والاكسسوارات من الهواتف الى التابلت او حتى اكسسوارات اجهزة الحاسب الشخصي. جودة التصنيع ممتازة جدا ومضادة للماء او ووتر بروف، بحيث لن تتخوف من تلف الاشياء الموضعة في الداخل. يمكنك ايضا حمل الجهاز اللوحي الخاص بك او التابلت في الداخل. هذا المنتج متميز جدا ويمكنك الحصول عليه من رابط اسفل شرح هذا الفيديو. بالانتقال الى المنتج الثاني وهو عبارة عن USB Hub 3.0، بحيث يسمح لك بتركيب منافذ USB في جهاز الكمبيوتر او الهاتف الخاص بك، بحيث يمكنك من تركيب كيبورد وماوس USB هارد درايف في نفس الوقت. ونسخة USB 3.0 تعتبر أسرع في نقل البيانات وتشغيل الأجهزة التي تتطلب سعة كهربائية كبيرة نوعا ما. في العلبة نجد المنتج بحد ذاته بالإضافة إلى دليل الاستخدام فقط. هذا الجهاز مفيد جدا وتحتاجه في حياتك اليومية ويمكنك الحصول عليه من خلال الرابط أسفل شرح هذا الفيديو. هذا ما كان لدينا في حلقة اليوم من سلسلة تقنيات خرافية المقدمة حصريا من قناة زيرتك. أتمنى أن تعجبكم منتجات اليوم. إلى ذلك الحين نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. كان معكم إيهاب من قناة زيرتك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.